ما أكثر الأوراق المنسية في حياتنا. وهنا ومع زحمة الأحداث نستخرج تلك الأوراق المنسية ونعلنها لأول مرة مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. صوت العرب من القاهرة يقدم أوراق منسية. منسية. الإخراج سعدي حسين. أخوكم صلاح علي أمين القادري، رئيس قطاع الإذاعة اليمنية، البرنامج العام. تحية حب صادقة من يمن التاريخ والحضارة إلى كافة الشعوب العربية بصفة عامة والشعب المصري الشقيق بصفة خاصة، قيادة وحكومة وشعبا، عبر أثير إذاعة صوت العرب، هذه الإذاعة وهذا الصرح الإعلامي العربي الشامخ والعزيز على قلوبنا جميعا. هذا البرنامج الجميل، هذه الفكرة الجميلة والرائعة والقيمة والهادفة، والتي تعيدنا إلى الماضي ونتطرق فيها إلى أوراقنا المنسية التي دار عليها الزمن. كل التحية والتقدير لكم، وسعيد جدا بهذه الاستضافة الطيبة العزيزة والغالية على قلبي عبر شبكة إذاعية من أهم الشبكات على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم. من أوراق المنسية أنني، وعلى الرغم من انتمائي لمجتمع قبلي، وكان والدي يتزعم القبيلة ويتزعم المنطقة كشيخ قبلي، إلا أنني حاولت أن أشق طريقي بنفسي، فعملت الكثير من الأعمال الحرة، كعملي في مصنع وعملي أيضا في أماكن أخرى متعددة. وبعد الثانوية التحقت بالداخلية والأمن العام، وهذا لا يعرفه أحد ممن هم معي اليوم في العمل الإعلامي. هذا العمل في الداخلية استعنت بهذا الراتب لكي أواصل دراستي في كلية الإعلام في العاصمة صنعاء في جامعة صنعاء. وبعدها استطعت أن ألتحق بالفضائية اليمنية بعد نزول لجنة مكلفة من الفضائية، ووجدت أنني أستحق أن أعمل في الفضائية اليمنية، والتحقت بالفضائية اليمنية كمتعاقد، إضافة إلى أنني عملت كتاجر في دكانة صغيرة. كل هذا في مشوار كفاح الحياة والعمل. استطعت بعد أن أكمل مشوار التعليم في كلية الإعلام جامعة صنعاء، حصلت على الترتيب الأول في دفعتي، لله الحمد والشكر، وهذا كان فضل كبير. بعدها عملت على تأسيس إذاعة إب المحلية، وعملت مديرا عاما لها طبعا، واحتلت الإذاعة المرتبة الأولى بين الإذاعات المحلية على مستوى الوطن لأعوام متتالية. من الأوراق المنسية أيضا أنه حينما كنت أنا صغير في السن، كان سني لا يتجاوز، قبل مشاركتي في القاهرة شاركت في الملتقى الأول لفتية اليمن لمناقشة مشروع قانون الطفل الموحد ضمن إطار جمعية من طفل إلى طفل، واختارتني إدارة المدرسة لكي أمثل مدرستي نموذجية خالد بن الوليد وأمثل محافظة إب في هذا الملتقى الذي تم انعقاده في محافظة تعز في مدينة تعز، ويشارك فيه من كل محافظات الجمهورية ومن كل مدارس الجمهورية شخصين أو طالبين لكل محافظة. أثناء اللقاء وبعد المشاورات تم اختياري لإلقاء كلمة المشاركين من كل أنحاء الجمهورية، وكنت أنا الأصغر سنا. طبعا بحكم أني الأصغر سنا لم أستطع الوصول إلى الميكروفون لإلقاء الكلمة. كان من الظريف ومن الطريف أن يتفضل أحدهم بأن يضع تحتي منصة صغيرة كي أرتقي هذه المنصة وأصل إلى الميكروفون وألقي الخطاب، خطاب الممثلين من كل أنحاء الجمهورية،
وعندما صعدت صفق الحاضرين جميعا في قاعة المركز الثقافي في مدينة تعز، وكانت لحظة في حياتي لا تنسى. من الأوراق المنسية في حياتي بعد التخرج، كان لدي طموح أن ألتحق بمجال الطب، ولكن الإعلام فرض نفسه علي فرضا، حيث كنت دائما الظهور في المدرسة على الإذاعة المدرسية. وأتذكر أنني ألقيت قصيدة في آخر يوم دراسي لي في ثالث ثانوي قبيل الامتحانات، عنوانها لن أنسى أيام الدراسة، لن أنسى أيام الدراسة، لو أعتلي عرش الرئاسة، لو صرت ذا شأن عظيم أمشي محاطا بالحراسة، لو تهت في صخب الحياة وغرقت في بحر السياسة، لن أنسى أستاذ المعلم ذاك الذي حاز الكياسة، ومعلم التاريخ أيضا من كان يضحكنا لباسه، لن أنسى شكل الفصل قط أو لونه وكذا قياسة، لن أنسى أيام خوال أيام صفو وحماسة، لم ندري ما معنى الشقاء، لم ندري ما معنى التعاسة. تذكر حينها أن هذه القصيدة لاقت استحسانا كبيرا من إدارة المدرسة وكافة الطلاب والمدرسين. الأوراق المنسية في حياتي كثيرة جدا، أوراق الطفولة، أوراق الدراسة، أوراق العائلة وغيرها، سأحاول هنا أن أختصر منها الكثير. أنا من عائلة جدي شيخ قبلي، تزوج 18 امرأة وأنجب 30 طفلا أو 30 ولدا وبنتا، أي بمعنى أن لدي 15 عما و15 عما بالتساوي. كنا في حينها كان التعليم محدود جدا، والدي كان ممن تلقوا أيضا التعليم وحرص على تعليمي. انتقلت بعدها من الريف إلى المدينة، بدأت بتعلم القرآن الكريم في سن مبكرة من عمري، وبعدها انتقلت من الريف إلى المدينة لتلقي العلم، والتحقت بالقسم العلمي، وكنت دائم الظهور على الإذاعة المدرسية، وكانت الإدارة في إدارة المدرسة تحرص على ظهور الدائم في الإذاعة المدرسية، وحرصت أيضا على مشاركتي في العديد من المسابقات وكممثل للإذاعة في العديد من المهرجانات، سواء على مستوى الجمهورية ومنها أيضا ما كان على مستوى الوطن العربي. وكانت أول مشاركة لي خارج اليمن كانت إلى جمهورية مصر العربية في العام 97-98 للميلاد، حيث شاركت حينها بإفاد من وزارة الثقافة، وأنا كنت حينها في الصف الثاني ثانوي علمي. شاركت في مسابقة بينال الدولية للأطفال المقامة في القاهرة. أتذكر حينها زرت القاهرة وسكنت حينها في مدينة نصر، وكانت لفت انتباهي التقدم الكبير لمصر كمهد للأمة العربية، جمال النيل، جمال الناس، بساطة الناس، حتى أنني أتذكر أن الفترة كانت أسبوع وقضيت حينها شهرا كاملا على ضفاف النيل وفي مناطق متعددة. سكنت في مدينة نصر وسكنت في مصر الجديدة وسكنت أيضا في الأحياء الشعبية في بولاق الدكرور. ذكريات جدا رائعة رسمتها جمهورية مصر العربية في بالي. أكلت الوجبات الشعبية، الرز باللبن والكشري، كل هذا من الأوراق المنسية في حياتي والتي لا يعلم عنها أحد، أوضح بها إلى صوت العرب. كانت محطة هامة رغم صغر سني حينها، فأنا لم أكن أتجاوز 16 من عمري، ومع ذلك شاركت ومثلت اليمن خير تمثيل، ونقلت عن القاهرة وعن مصر وعن جمال مصر وعن تاريخ مصر وعن حضارة مصر الكثير إلى اليمن على مستوى محافظتي وعلى مستوى عائلتي وعلى مستوى الوطن أجمع. كانت مشاركة جدا قيمة ورائعة، وأيضا ركبت النيل وحفظت المثل القائل اللي يشرب مية النيل يرجع لها ثاني، وفعلا رجعت لجمهورية مصر العربية مرة ثانية وثالثة ورابعة، وها أنا اليوم على شبكة إذاعة صوت العرب، هذه الإذاعة العملاقة التي اسمها يدوي في قلب كل مواطن عربي في هذا الوطن العربي الكبير. أخوكم صلاح علي أمين القادري، رئيس قطاع الإذاعة.
اليمنية البرنامج العام. أوراق منسية منسية. مع الكاتب الصحفي عاطف سليمان. الإخراج سعدي ياسين.